السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من داخل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: لا تأكل بطيخ الموز. لا تأكل بطيخ الموز المرشوش بالتمك، مبيد القتل البطيء المستورد من الصين، سام جدا. ولكن قبل أن نبدأ، لو حضرتك مش مشترك في القناة يسعدنا الاشتراك بها والإعجاب بحلقاتها ومشاركتها والتعليق عليها ترندينج. طبعا أنا بطلب من حضرتكم كومنت بعد إذنكم. إيه هو الكومنت؟ إيه هو التعليق؟ التعليق: إني أحبك يا قفاص. I love you قفاص. جوتام قفاص، إيش لبديش قفاص، تيامو قفاص، تكيرو موتشو ميا موري سينيوري قفاص، نبغي قفاص، بنحبك بزاف، بنحبك برشا، حملغكم قطاس قطاس يا محمد يا قفاص، واللي مش هيعلق هحطه في القطاس. نرجع تاني بقى إيه للبطيخ السام. البطيخ ده يا جماعة بيتزرع في أراضي الموز، بيتزرع في أراضي الموز. الموز ده له جذور، الجذور بيهاجمها حاجة اسمها النيماتود. النيماتود نوع من أنواع الآفات. فطبعا المزارع مش عايز شجرة الموز تبوظ، فبيجيب مبيد اسمه التمك أو الدايكارب. التمك أو الدايكارب. التمك أو الدايكارب ده اسمه التمك المحبب، مبيد يستورد من الصين، بيدوب التمك ده وبيعمل ري بالتنقيط، ري بالتنقيط علشان يقضي على النيماتود وعلى مجموعة من الآفات بالمبيد ده، المبيد السام. فتبعا لذلك البطيخ بيشرب المبيد، تمام؟ فبيبقى سام جدا، بيسبب حالات من الاسهال والقيء اسر بالكامل، بتقعد تتعالج. يعني تروح تشتري بطيخه طبعا الاسره كلها تعيا. طبعا الموضوع ده خاص بمين؟ باللي بيشتروا الزرعه من الاراضي. خلي بالك لو لقيت البطيخ في اراضي الموز ما تشتريهوش. طب اشتري انا بطيخ؟ احسن بطيخ بيتشرى اسمه البطيخ البعلي، او البطيخ الذي يزرع بالطريقة البعلية. طبعا انا هسيب لينك الفيسبوك الشخصي والصفحة والجروب، احط لحضراتكم مقالات عن الموضوع ده ولينكات للمواقع اللي ذكر الموضوع ده. المبيد حشري التمك ده مبيد حشري سام، يسمى مبيد القتل البطيء. طبعا البطيخ البعلي او البطيخ الذي يزرع بالطريقة البعلية ازاي؟ ده بيزرع في انفاق، بيتفحت انفاق بحيث ان المية تبقى على بعد من 40 ل 50 سنتي. المية تبقى على بعد من 40 ل 50 سنتي ولا يروى على الاطلاق. ليه؟ الجدر بتاعه بيوصل المية بيسحبها، لأن المية على بعد 40 أو 50 سنتي. دي الطريقة اسمها الطريقة البعلية. البطيخ لا يروى خالص ومفيش أي مبيدات. الكلام ده موجه للسادة التجار اللي بيشتري الزرعة وبيوزعها على الوكالات، لكن مش البياع اللي في الآخر، البياع اللي في الآخر ما هوش عارف حاجة. طبعا أنا بأناشد وزارة الزراعة الرقابة على زراعة البطيخ، لأن هي بتسبب في النهاية حالات من التسمم في البيوت، فلازم رقابة. زي ما احنا بنراقب على كل المحلات، لازم نراقب على الزراعات دي، الزراعات اللي بيحط مبيد واللي بيحط نترات واللي بيحط نيتروجين واللي بيسمد بحاجات بمبيدات بقى قاتلة، أو بيقضي على الآفات بمبيدات قاتلة ممنوعة دولياً. فالتمك ده نخلي بالنا منه، مبيد القتل البطيء. ويعني
بصراحة أنا خايف أشتري بطيخ. واحد يقول لي أنا بضرب وما بضربش، لا إحنا بنقول معلومة عامة، معلومة عامة للناس كلها عشان الناس تخلي بالها. يا ريت مصدرك يبقى مصدر موثوق، التاجر اللي أنت بتشتري منه يبقى عارف المصدر إيه بالظبط. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة، على أمل في اللقاء القريب. تيكيرو موتشو ميا موري سينيوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.